يا ترى ايه اسهل طريقة اقدر اربط الباي بال بتاعي بفيزا وافعله؟ في الفيديو ده هنشوف من الاول للاخر الطريقة كاملة ازاي اقدر اربط الباي بال بتاعي واقدر استعمله ان شاء الله بدون اي مشاكل. كنا اتكلمنا في فيديو سابق قبل كده عن طريقة انشاء حساب الباي بال على القناة، هنا هتلاقوه في حرف الاي فوق. النهاردة هنتكلم على طريقة تفعيل الباي بال بالفيزا، وقبل كده برضو اتكلمنا على طريقة تفعيل الباي بال بحساب بنكي امريكي وازاي نطلبه وازاي نجيبه وازاي نربطه، كانت خطوات كاملة وعملناها مع بعض. مبدئيا كده انت قدامك اهو حساب الباي بال، كل اللي انت هتعمله سواء الباي بال عندك بالعربي او بالانجليزي، بتيجي هنا تحت وبتعمل ايه لينك الكارد اور بنك وبتضغط عليها. تمام، هو هنا بيطلب منك يا تربط كريدت كارد او تربط حساب بنكي. طبعا في الفيديو ده احنا هنتكلم على ربط الكريدت كارد بتاعنا، فهنضغط على لينك كريدت كارد. كويس، بعد كده هنختار الرقم بتاع الكريدت كارد اللي هو مكون من 16 رقم اللي موجود على وش الفيزا زي ما انتم شايفين. وطبعا انواع الفيز اللي ممكن نربطها بالباي بال كنا اتكلمنا عليها برضو، هتلاقوها برضو في حرف الاي فوق في كل فيزا مميزاتها وعيوبها في فيديو مخصص ليها. هنكتب هنا ال 16 رقم زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنختار نوع الكارد بتاعنا سواء فيزا او ماستر. طبعا لو احنا بنتكلم في الدول العربية فمش هتلاقي غير الفيزا او الماستر، بس زي ما احنا عارفين ان الباي بال يعني عنده مشكلة مع الماستر كارد، ف احنا ما ينفعش نسحب الا على الفيزا. الماستر كارد ممكن تتربط بس مش هتعرف تسحب عليها. وبعد كده بتكتب تاريخ الصلاحيه زي ما هو موجود على وش البطاقه بالظبط، وبعد كده هتكتب الثلاث ارقام اللي هو السي في سي او السي في في كود اللي هو على ظهر البطاقه المكون من ثلاث ارقام، وبعد كده هتعمل ايه لينك الكارد. طبعا زي ما انتم شايفين الباي بال بعت لي رساله ان هو قدرنا نربط الفيزا بتاعتك، بس خد بالكو الفيزا كده لسه ما اتاكدتش، هي مجرد اتربطت، وما دام وصلت للخطوه دي ان شاء الله يعني مش هيحصل معاك اي مشاكل. هو في الحاله دي هيخصم منك حوالي دولار، والدولار ده هيتخصم منك وهيرجع لك بعد 3 او 4 ايام عمل، بس هو مجرد تاكيد لان الفيزا اللي انت بتربطها دي بتاعتك. بعد ما بتعمل دان في الخطوة اللي فاتت بيجيلك الصفحة دي بيقولك هنا ان انت عايزين نأكد بطاقتك. لو ما جاتلكش الصفحة دي تقدر ترجع لصفحة الباي بال الرئيسية، بتلاقي تحت البطاقة اللي مربوطة على الجنب كلمة تأكيد البطاقة او confirm your card لو انت بتستعمله بالانجليزي، بتضغط عليها بيفتح لك الصفحة دي. بعد كده بيقولك ان احنا هنشحن مبلغ دولار 95 سنت او ما يقابل اليورو ونص للفيزا بتاعتك. طبعا في بعض الاحيان بيقول لك احنا هنخصم او هنشحن، يعني ممكن الناس تختلف في الموضوع ده على حسب الايه التحديثات في الباي بال في الوقت ده، لكن في النهايه هو الباي بال سواء لو خصم هيرجعهم او لو اضاف هو هيسحبهم، هي بس مجرد عمليه تاكيديه عشان بتظهر لك عمليه برقم بي بي وبعدها اربع ارقام الباي بال بيحتاج عشان ياكد ان البطاقه دي بتاعتك. انت بعد كده بتضغط على جيت اكود، الزرار الازرق اللي قدامكم ده جيت اكود. بعد كده هو بيقول لك العمليه قيد التنفيذ او الرقم او الكود هو في الطريق، وبياخد من يومين لثلاثه، ساعات بيطول عن كده وساعات بيتبعت على طول. طبعا كل فيزا على اختلافها، يعني في فيزا بتبعت لك رساله على الموبايل زي فيزا كيو ام بي وكنا اتكلمنا عليها في الفيديو بتاعها، في فيزا لازم تكلم خدمة العملاء زي الايزي باي وتطلب منهم رقم العملية اللي اولها بي بي بحيث يديك الاربع ارقام اللي بعدها، في فيزا زي الانسباير او الفيزا بنك اسكندرية دي برضو بيبعتها لك في رسالة نصية، وفي حالة انه ما بعتهاش بتكلم خدمة العملاء تكون وصلت رسالة بمنتهى السهولة. طبعا بعد ما بنجيب رقم العمليه اللي مكون من اربع ارقام بنرجع تاني للفيزا وبنعمل انتر ذا كود تو كونفيرم يور كارد او اضافه الكود لتاكيد البطاقه، بنضغط على الكلام اللي مكتوب بالازرق ده، بتظهر لنا الصفحه دي اللي هو مفروض اضيف فيها الاربع ارقام اللي بعد البي بي، بضيفهم وبضغط على كونفيرم او تاكيد. طبعا بعد ما حطيت الاربع ارقام مبروك انت كده اكدت بطاقتك
وتقدر تسحب عليها بمنتهى السهوله واليسر، مفيش اي مشاكل. انواع البطاقات اللي تقدر تربطها بالباي بال سواء بالتحديثات الجديده او بالتحديثات القديمه هتلاقوها في حرف الاي فوق، هتلاقوها في برضو في وصف الفيديو. لو في حد عنده اي سؤال في الموضوع ده يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.